السن ده البوصه طبعا 25 مللي، ده سن بوصه ستاندر. قبل ما الوز لازم يكون معايا السامولة اللي انا اجرب عليه، واكون ممشي الدكر فيها عشان اتاكد ايه ان السامولة سنها مظبوط تمام. وبعد كده اطلع جدول السن من على المخرطة، اطلع مقاس السن اللي انا عايزه من على المخرطة تمام. دي السامولة معانا اهي، اطلع سن 8 في المخرطة واختار بعمر الاسطرة المناسبة تمام. طبعا معانا هنا البوصلة زي ما انتم شايفين كده، بحيث ان هي تبين لكم الجزء الخاص بالشغل بتاع اللي هنا. انا ماشي معاكم كده الاتنين خطوة بخطوة بعمر اللي هنا. كده انا مسيت قدام، اول المس بتاعي هنا على 6 على 9 تمام، بس هي هتبقى مقلوبة بالنسبة لكم هنا في القمر عشان بس كله يبقى واخد باله. يبقى انا كده لما مسيت هناك البوصلة عندي هنا جايبة على 9. اعشق هنا اليد بتاعه المخرطه تمام، وبامر الله ابدا الوز. بسم الله، اول حاجه هنزل نص ملي، انا كنت على 9 هنزل على 8.5 وارجع تاني. انا بس عايز اللي عايز يتعلم الالوز يتابع حركه ايدي. يعني انا دلوقتي زي ما انتم شايفين كده، انا اهو على 9 رجع، اول ما وصلت لاخر السن عتاق، وانا راجع بايدي ايدي بترجع تاني 8.5، ارجع تاني هنا 8. في كل مره بزود نص ملي او على حسب الشغلانه اللي انا بعملها. هنا 7.5، بس عايز المتابعين ياخدوا بالهم من حركة ايدي وانا بعوض، وفي نفس الوقت القلاوز شغال هناك. في هنا بس حركة كمان بسيطة بعملها، اجيب لكم الكاميرا دي كده الثانية، دي الناحية الثانية هنا كده. كل مرة بوسع سنة صغيرة وانا بقلب. انا بس كده انا نزلت من 9 نزلت لحد 6، نزلت 3 مللي. ودي بامر الله كده السامولة تمام. اخر السن تاني هنا، هرجع لكم هنا بالكاميرا تاني اهو. لما نزلت عليها 6، يبقى انا كده نزلت عمق كام؟ 3 مللي. لا ايوه 3 مللي، دي اخر علامه هنا تمام. كده اعتق يد العربيه، اليد اللي بيعشق الالوز ده، اليد اللي بيعشق الالوز هنا اهو تمام. اعتق العربيه وارجع بالعربيه حره بايدي تاني كده، بس نقفل هنا الكاميرا دي. وده بامر الله كده ايه السن اللي احنا بنعوضه. السلام عليكم ورحمة الله. طبعا الألاوز اهو، طبعا بعد ما خلصنا الألاوز
تمام. في معلومة بس حابب أأكد عليها تاني في الفيديو، تمام، ده الألاوز قدام حضراتكم اهو. معلومة حابب أأكد عليها إن البوصة أربعة، البوصة 25 ملي وأربعة من عشر، تمام. بس إحنا بنقول عليها يعني بنقول عليها بالعامية لما بيجي أي حد بيسأل على طول، اللي متعارف معانا إن إحنا إيه البوصة 25 ملي، لكن هي بالظبط 25 ملي وأربعة من عشر، تمام. بالنسبة للألاوز اللي أنا بس حابب أضيفه في نهاية الفيديو، إن الألاوز عايز ممارسة. يعني أنت عايز تتعلم الألاوز على المخرطة، أول حاجة لازم يكون عندك مخرطة، تمام. ولازم أول ما تيجي تتعلم واحدة واحدة كده تمسك حتة الحديدة على المخرطة وتخرطها، تمام. يعني أنت مثلا دلوقتي هنجيب الدكر ده دلوقتي مثلا، البوكليس فين؟ دلوقتي مثلا هنجيب الدكر، مثلا انا عايز اعمل مثلا الاوز نفس سن الدكر ده، بجرب مثلا بتعلم، اجي اقيس سن الدكر بالظبط، تمام. هنا هلاقيه 25.4 من عشر زي ما قلت لحضراتكم بالظبط، او خارط الحتة على 25.4 من عشرة. عايز اسيب الاربعة من عشرة دول مفيش مشكلة، مش هيأثروا معايا، تمام. امسك حتة الحديدة واخرطها، واول حاجه زي ما انا مثلا ما كنت بشرح معاكم في الفيديو كده، اول حاجه امس مسه بسيطه، وبعد كده انزل غوط السنه اللي انا عايزها، تمام.